معنا مع نويل بزيد على إفام أحلى راديو. ماضي 3 و8 دقائق رجعنا لكم في ساحتك معنا لليوم. نحكيه مع دكتور فرح عباس على مضار الغسيل المفرط لليدين. نحكيه أنه هي مش حاجة خائبة ساعة. مرحبا بك دكتور. عايشك بفضلك. يعيشك مرحبا بك في كل وقت دكتور. غسيل اليدين ما هيش حاجة مش قولوا الناس مع شخص وديك. لا حاجة لازمة. عشان نحكيه بالضبط. ومهمة. ايه قرب لي شوية الميكرو. كالعادة. دونك غسيل اليدين حاجة هامة وهامة جدا سورتو وقتها في بيريود كيما توا كيما في الكورونا فيروس لازمنا كلنا نغسلوا اليدين نتاعنا. يتبقى أي حاجة كي نعملوها أكثر من العادة ولا أكثر من اللازم أونتخ كيومي سي نورمال باش نتيحوا في المدار نتاعها في الكوتي نيجاتيف. وأحنا تو باش نحكيو اليوم كيفاش نتفاداهم إي كيفاش كان يصيروا نحسنوهم. فوالا نحكيو على لي ماني. فما ناس هكا عندهم شوية دي ماني نتاع غسيل. أي ثم عباد كيفاش يعني ثم هكا هلوسة وثم عباد نقولوا ما عندكم هوية التنظيف يعني ثم برشا نساء ولا حتى برشا رجال اللي كيبداو في الدار pour s'occuper يبداو يغسلوا ينظفوا فهمت سي اون فورم دو ماني الحقيقه مي كوميم يخلي يديهم تتقلق بالكدا دونك سميو الحكايه هذه اون ديرميت ديريتاسيون هيت نبداو من الاول نحن قلنا لازم نغسلوا دينا اي كي باش نغسلوا دينا عاده بالصابون مي اوسي حتى كان مش بالصابون دوتر برودوي فيهم دي تونسيو اكتيف اللي هما الهدف نتاعهم كو سوا صابون والا لي تونسيو اكتيف هذوما اللي احنا نظفوا الجلده نتاعنا من الجراثيم مي اوسي من التلوثات يعني اي حاجه فوق الجلده نتاعنا. لو ميم بروسيسوس اللي يصير العمليه اللي تعمل اللي احنا البكتيريات والاوساخ هذيك تتنحى من فوق الجلده هي نفسها اللي تنحي الدهنيات نتاع لو فيلم هذاك هيدروليبيديك نتاع الجلده اللي هو يحمي البشره ويعملها اون باريير على العالم الخارجي ويخلي لها ليدراتاسيون نتاعها. دونك سي نورمال كي نكثروا برشا غسيل يعني تصور 10 20 مره في النهار سي نورمال اللي على فان الجلده نتاعنا باش تتقلق. كاين مع هذا بيان سور كيما قلنا عباد ياسر يستعملوا دي برودوي ميناجي خاطر ديما لازم واحد ينظف الدار وكل شيء مي ثم عباد يعملوا برشا يعني ياسر يخليوا روح يديهم عرضه ما يستعملوش كونتاكت ديريكت اون بلوس فوالا وكامل مش كان صابون ولا لي تونسيو اكتيف الاخرين يجم يكون زاد جافيل مي اوسي دوتر برودوي ميناجي اللي يجم يكونوا ياسر مضرين قويين على الجلده صحيت الجلده نتاعنا وكل هذا دونك يعمل لي ديرميت ديريتاسيون. كيفاش تصير هذه ديرميت ديريتاسيون؟ ديرميت ديريتاسيون هكا ديريتاسيون تبدا جلده حمراء دوما تبدا جلده حمراء وتحك متقلقه يعني لابو اللي با كونفورتابل تحس الجلده متقلقه تحرق وبعد تولي شيحه بزيت وكما قلت لكم تحك في الحالات اللي حتى كي تتقدم تبدا حتى جلده منفوخه طبعا بيد كي يعني عاده تصير في البلايص اللي نستعملوا فيهم مثلا الغسيل كيما اليدين الزوز وتقع بيان ليميتي يعني وين يقف الصابون احنا اللي نستعملوه مثلا وين تقف ليريتاسيون هذيك مش كيما الاكزيما الاكزيما تجم اللي هي نوع من الحساسيه اما البرودوي معين يعني ديرميت ديريتاسيون تجم تكون من برشا دي برودوي فرد وقت خاطر احنا لزينا على الجلده وضريناها باش عملت الالتهاب هذيك اللي دونك الجلده لبس عليها واحنا قلقناها باغ كونتر الاكزيما هو نوع من الحساسيه يعني جلده عندها حاجه ان كومبوزي في المحيط نتاعها مثلا في الصابون اللي يخلي الجلده هذيك تتحسس اي دوكو كيف كيف حمراء وتحك وقشور مي اوسي من الاول تبدا فيها عيون تلقاها تنز نقولوا نحن تنز بالماء وتجي ما بين الصوابع مي اوسي تجم تجي في اليدين الكل يتبقى هذيا ديما تجي في البلاصه اللي نعملوا بها صابون يعني مثلا كان عملنا يدينا وجهنا فرد وقت سي نورمال مش تلقى نفس الحكايه في اليدين وفي الوجه مي اوسي كان ما نتفطنوش الحكايه هذيا ونقعدوا ديما نعملوا في الجلده الحساسيه تبدا تزيد تقدم انسي دو تسرح بون بيان سور الحساسيه فيها دواء ما احسن دواء هو نتفاداو لاجون اللي هو قاعد علينا عليه حساسيه حاجه الاخرى ديرميت ديريتاسيون كي تبدا الجلده قلقناها دونك البارير كيما قلنا ولات ماهيش تعمل في الواجب نتاعها نتاع الحمايه نتاع الجلده اي با تولي تخلي دخل دي زاجون اللي دونك تزيد في الحساسيه يعني ديرميت ديريتاسيون ال بو فير لو لي تاع ليكزيما داكور اي نقعدوا ندوروا في حلقه هذيك اللي تقعد الجلده ديما متقلق
فوالا دونك وليفوليسيون تاع الحكايه هذه وين تنجم توصل سي جامي ما خليوهاش ما نداويوهاش معناها جلدة. المشكله تنجم كان تتعكر يعني ملي تكون هكا شويه قلق وشويه حكيك ديما تسمع بيدي يجوك يقول لك كدايا ولي وديما حتى ما عادش نجم نهز بهم بالكدايا كاش الفو ما عادش نجم نحركهم بالكدايا خاطر الجلده تلما تكبش اللي ما عادش تنجم تتلقى يديك بالكدايا تولي تعمل كي وهي كلها خاطر الجلده متقلقه يعني يعني كان نوسعوا بينا شويه ونعملوا لها نختاروا دي برودوي اللي ما يقلقوش مثلا حتى في لي سافون نختاروا لي سافون سور غرا شو معناها سافون سور غرا تلقى مغذي غني بالزيوت فوالا الحاجات المرطبه باش فرد مره انت تنظف مي اوسي تتلهي بالجلده نتاعك مي اوسي نجمو نستعملوا لي سافون سون سافون يسميو دي سان دي اللي فيهم كيما قلنا دي دونسيو اكتيف مي ماهمش صابون ويجمو يكونوا اقل مضره بيان سور كي نختاروا ديما لي بون برودوي وما فيها بس بعد ما نغسلوا دينا برشا مرات اول حاجه لازم نشلوا دينا هذه غلطه يجمع عملوها برشا عبيد اللي هو الصابون كان يقعد فوق الجلده وما نشلوش بالكدا يعمل حاجه اسمها ايفي صابون دونك قول يقشر الجلده يعني ساعات الديرمي ديغيتاسيون تكون جوست على خاطر نبداو مزروبين مثلا ما نشلوش يدينا بالكدا بالكدا داكور وما نشيحوهمش ما نشيحوهمش دونك لي دين كي ما نشيحوهمش يجيو يشهبوا يكيزيدوا يشهبوا دونك سا سيغيت ونقعدوا هكاك سورتو دونك نلقاو الحكايه هذه برشا عند النساء ولا الرجال اللي يعملوا برشا كيما قلت لك الميناج على خاطر تبقى نهار كل يعديو يديهم في البلل نبداو مبلولين دونك حتى اللي تولي شقوق وتولي فريمون ان هانديكاب اور هو جاي من اللي احنا كثرنا لها في غسل اليدين فوالا فوالا و جو بونس نعرفوا برشا ناس انه هكا كيفاش تبدا الجلده خشينه نتاع اليدين تلما ماهيش بيان اونتروتنو حتى اليدين من الفوق هكا يعني دود لا مان يكبر قبل وقته يعني تولي جلده مجلده وتبدا جلده ديما حمراء وغامقه على الاخر هو جاي من ليغيتاسيون فوالا دونك شنو الحل دكتور الحلول هي سهله برشا كيما قلت لك ديجا نبداو نستعملوا لي برودوي اللي او موان تاع النظافه نتاع اليدين حاجه رطبه وما تقلقش برشا وماذا بينا ديما مع الغسيل اليدين نحاولوا ما نستعملوش برشا جيل هيدرو الكوليك يقعد ديما غسيل اليدين موان ايريتون كو لي جيل يعني قد ما عندنا بوسيبيليتي باش نغسلوا بالماء وصابون نغسلوا بارابور الجيل خاطر كيف كيف يدين مقلقين ونزيدوهم الكول نتاع جيل هيدرو الكوليك كي لازم لازم مي كي نجمو نتفاداو وزاد نجمو نتفاداو ما يعوضش جيل كي نبداو ما عندناش مي وكل تولي لازم خاطر باش على العدوى وكل شيء لا مي اونتر لي دو كي عندنا نمشيو للصابون ديما الغسيل خير بيان سور الحاجه الاخرى ماذا بينا دونك لي برودوي ميناجي نحاولوا ما نستعملوش بيدينا يعني نحاولوا قد ما نجمو نستعملوا بالغوندويت نعرف مش ديما ساهله باش نستعملوا بالغوندويت مي نعملوا غوندويت وما فيها بيس تلقاو تحت تما بيدي يقول لك انا حتى تحت الغوندويت يبدا يتبل ويدخل لي برودوي نجمو نعملوا دي غون كوتون تحت لي غون بلاستيك فماشي ما تنقص زاد ليغيتاسيون بارابور او بلاستيك خاطر كل شيء لي دين الحساسه تنجم راه تتحسس من برشا حاجات دونك احنا ديما نحاولوا اون ايفيت لو ماكسيموم العوامل الكل اون ميم تان اللي تنجم تقلق جلد اي تما بيد اخرين مغنوين مثلا بغسل لي دين بالماء سخون هذا كيف ليفيتي يعني مي يا نورمال يا ملاذ خاطر الماء سخون يزيد يببش ويزيد يعمل كشقوق ديكو تزيد الاغيتاسيون تكثر على الجلد نتاعنا وما فيها باس بعد ما نغسلوا دينا وقلنا شيحناهم نعملوا كريمه في دينا كريمه مرطبه واحنا ولي دوغري نتاع الشيح في دينا قد ما يدينا شاحين قد ما تكون او الفريكونس يعني نستعملوا اكثر مرات مي اوسي ثما دي برودوي يوليو اخشن يعني مثلا مش مثلا اون كريم تم تكون ان بوم اللي هي دونك تكستور نتاعو اخشن شويه دونك يقعد اكثر في اليدين حتى ثلاثه مرات في النهار ولا مرتين في النهار ولا حتى مره في النهار ديما خير من بلاش مي العباد المتقلقه دونك نرجعوا كان يعملوا مره في الصباح بعد ما يغسلوا يكملوا الشهور نتاع الصباح وفي القايله بعد ما يكملوا مثلا الفطور وفي الليل كيف كيف ما فيها بيس اون بيتيت استوس في الليل حتى نفس الكريم نتاعهم يعملوا كوش خشينه على يديهم اون ديغي ان ماسك ان فيت ويلبسوا دي غون باش كوم سا تقعد لا كريم ويقوموا غدا الصباح يديهم في حاله احسن بالكدا بالكدا وي وخاصه انه زاده مش الحكايه ما تخصش اليدين بركه في الصيف انه الناس تدوش اكثر لا فريكونس اكثر وساعات الناس اللي يخدموا برشا يدوشوا اكثر من لازم وسبيان اللي انت جبت عليه السوجي هذا خاطر نحن برشا جيونا في الكونسلتاسيون في الصيف على الحكيك برشا عباد ان فيت تجي بدنا يحك وبدنا الكل يحك او تلقى ساعات جوست الجلده شاحت تلمون جلده شاحت خاطر الجلده ما توجعش عاده جوست تشيح باش تقول لك راني متقلقه دونك للعب دونك اونتر سخان الشمس اللي تشيح الجلده وبرشا مي بحر وبرشا مثلا كان نعوم مي بيسين كلور وكامل لي دوش دونك ما فيها بس نستعملوا ديما
كالعادة دي جيل دونك دي جيل لافون بون فما عباد يستعملوا دو سافون زيد صابون باش يغسلوا جلدة نتاعهم يعني الحمى اوكي فما عباد يستعملوا دي جيل لوش كل واحد شنو الاختيار نتاعو مما فيها بيس ان سوا البرودوي اللي تستعملوا يكون هو بيدو مرطب والعباد اللي عندهم جلد حساسه ما فيها بيس يكون ما فيش برشا بارفان ما فيش برشا دي كونسيرفاتور يكون دونك سبيسيفيك للجلدات المتقل اللي يجمو يتعرضوا للتقلقات هذوما وكل عاده نرطبوا جلده نتاعنا باش كومسا نخليوها تحمي روحها خير باش من الغدوه كي نعاودوا نفس الحكايات نقاو جلدتنا خير يعني ساعات حكايه فارغه يعني اللي هي تسمى شيح الجلده تجم بالوقت تتراكم الحكايه يعني تكبر حتى لين تولي ما عادش يجمو يرقدوا بحكايك ولا فريمون جلدتهم كلها تتقلق وي وخاصه انه في وقت ملاقات نجم تكبر قبل وقتها الجلده الكل سواء اليدين اليدين ولا البدن الكل كيما نتلهيوش به يكبر سيغ اي بيان سيغ وسيرتو كو توا جات الشمس بالبدايه سيرتو العباد مثلا كانت تسوق الكهرباء تقعد ليد ديجا متقلقه دونك حمراء ومن بعد نحطوها في الشمس بيان سيغ شنو اللي كحله خاطر اي حموريه في الشمس تزيد تولي كحوليه دونك ما فيها بيس اباغ العينيه اللي حكينا عليها توا نعملوا لي زيكرون سولير كيما نعملوا في وجوهنا ولازم نعملوا في وجوهنا دايغ كيما نعملوا في يدينا ما فيها بيس العباد تحب تحمي دو فاسون فيزيك سيتاتير تلبس دي كون فايده نلقاو حلول باش نحمي يدينا دايغ انت جبت على كيفاش اليدين تكبر برشا نسي ولا رجال تقام مثلا كي نقدموا في العمر يتلهوا مثلا بوجوههم اما ينسيوا يديهم ايديكو اليدين نتاعهم تكشف العمر تكشف العمر خاطر في دي تاج دي ريد جلده مجلده وكل شيء فوالا دونك ما ننساوش الاعضاء الاخرين ولي زيكستريميتي نتاعنا وحتى ساعات ساقيين والبدن الكل معناها معني بالامر فوالا يعطيك الصحه دكتور فرح عباس اخصائيه امراض جلديه مازلنا مواصلين في صحتك معنا توت سويت تسمعوا في صحتك معنا مع نوال بيزيد على اي اف ام احلى راديو ماضي 3:21 دقيقه وصلنا لاخر بارتي من ليميسيون تاعنا اليوم اكسيبسيونيلمون نكملوا ماضي 3:30 نخليو الميكرو لقسم الاخبار وظهر لي ساي بور لي زابيتوي لي فيديل دو ليميسيون ولاو يعرفوا هكا اللوجيك شويه دونك دكتور فرح عباس اخصائيه امراض جلديه كنا نحكيوا عليها معاها على الاغريسيون تاع جلده بالغسيل مفرط لليدين وكل عادة تجيب حدنا رانيا الغريسي مندوب طبي لمنتوجات سيتافيل باش نحكيو في نفس الموضوع ربونجور رسالو ان فيت كيما كان تحكي دكتور تعدينا بريود ديجا تاع الكوفيد ان شاء الله ربي لا يعاودها علينا ان شاء الله خصنا ياسر يدينا استعملنا الجل هيدرو اكوليك دونك فريمون اتوري اترافي اكزاكتومون حتى اللي ندخلنا في لي ماني لي ماني اكزاكتومون وانا اغريسي يدينا برشا برشا دونك الاستعمال هذا المفرط نتاع الجل هيدرو اكوليك نتاع الماء يخلي الجلد نتاع يدينا تتقلق تبدا بدي روجور اريتاسيون بعد كي الجلده تشيح نحسوا الجلده نتاعنا متقلقه تكبس علينا فيكو هي شيحة برشا وتنجم توصل حتى للإيريتاسيون وتتشقق هذاك علاش يلزمنا ديجا نبداو كيما قال الدكتور فرح نبداو نقصوا معناتها من لي لافاج هذوما الاكسيسيف نستعملوا دي صابون معناتها مرطب في اقل تنسيون اكتيف باش هكاك ما يشيحوش يدينا والليتاب الثانيه هي ترطيب ما فيها بيس بعد ما نستعملوا المنظف هذايا نعملوا ترطيب لدينا مينيموم مره في النهار قبل ما نرقدوا في الليل نتذكروا يدينا نحطوا الكريم هيدراتونت باش هكاك كي يقوم الصباح تبدا لابو عاودت رجعت فيها هكايا تنعشت شويه باش نجم تعاود نفس البروسيسوس مره اخرى في الجام سيتافيل عندنا الكريم هيدراتونت سيتافيل اللي هي التكستور نتاعها اغريابل نستعملوها في دينا التكستور نتاعها اونكتيوز هكاك ترطبنا يدينا والحاجه الباهيه في الكريم هيدراتون سيتافيل فيها كيف كيما حكينا قبيله الويل داموندوس اللي هو مرطب باهي برشا يخلي الجلده نتاعنا تولي سوبر هيدراتي وهكيكا تولي تنجم تقاوم السيشخيس هذايا الكريم هيدراتون سيتافيل فيها برشا احجام دونك عندنا الحجم الصغير اللي هو 50 غرام اللي نجم نحطو حتى في الساك نتاعنا في وسط النهار كي نحسو يدينا شيحه واستعملنا برشا ماء ديريكتومون نحطو شويه كريم ورطب عندنا الحجم زيدا 100 غرام وعندنا الحجم الكبير
اللي هذا نجم نحطوه في الدار بحذا الفرشة تاعنا، نجي نرقدو في الليل، نهزو شوية كريم نستعملوها على يدينا، رطبوها بالكدي ونرقدو. وإلا كما قال الدكتور قبيلة نحطو اون كوش إباس، كي تبدا ما متقلقة ياسر نحطو اون كوش إباس على يدينا ونلبسو حاجة باش نخليوها كيكا كاليفي ماسك هذاكا باش تعطي مفعولو ليلة كاملة. دونك فوالا هذه الكريم هيدراتانت تاعنا سيتافيل برشا احجام، ناكدوا على الترطيب ونقصوا شويه من اللافاج باش هكاك الجلد تاعنا تقعد فوالا، وهذا صالح لليدين وحتى للجسم الكل. اكزاكتومون دايور الكونتونس الكبيره تاع كريم هيدراتانت سيتافيل 250 غرام، دونك تعاوننا للجسم الكل وايكونوميك، دونك ما ننساوش الترطيب تاعنا. فوالا هذا هو فيما يخص الترطيب اليوم، نحكيوا حكينا على اليدين وحتى على الجسم الكل. سينو نجمو نلقاو لي برودوي سيتافيل، لي برودوي سيتافيل كي العاده موجودين في لي فارماسي ولي بارا فارماسي على كامل التراب الجمهوريه. وكان يستحقوا اي معلومه نجمو يسالونا على لي باج سيتافيل نتاعنا، سيتافيل تونسي على الفيسبوك وعلى انستغرام. فوالا يعطيك الصحه رانيا الغريسي مندوب طبي لدى منتوجات سيتافيل. اليوم وصلنا لاخر ليميسيون نتاعنا، ديربي العاصمه بعد شويه، ترجي رياضي تونسي والنادي الافريقي. نخليو الميكرو لقسم الاخبار نوال بيزيد معكم لقسم الرياضه، ديما عرفت في بالي ساي كملنا الرياضه. نوال بيزيد معكم في الميكرو، عاطف باي في الاخراج، وعبد المجيد اوب على اي اف ام تي في. تلقاو ليميسيون كامله اليوم حاسيلو كالعاده، لازم فما هكا شويه فزيد. تلقاو ليميسيون كامله على لي ريزو سوسيو فيسبوك اي يوتيوب. نتقابلوا لحد جاي مع الساعتين، صباح الخير.